يقول السائل: هل صح أن بعض الصحابة استمر في سحوره أو تسحر بعد الفجر وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم شيئا من ذلك، والآية صريحة، الآية الكريمة صريحة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى يؤذن على الصبح، لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم، فلا يتساهل الإنسان في هذا الأمر. نعم.